السلام عليكم ورحمة الله الزفلاون، مرحبا بكم في لايف مستعجل يحمل خبر سري يتعلق باجتماع انعقد مساء أمس بمقر وزارة الدفاع الوطني، بالعكس بمقر قيادة أركان الجيش فورا انتهاء المكالمة اللي جمعت ما بين مدير السي اي اي وقائد أركان الجيش سعيد شنقريحة. يعني تقريب نصف ساعة بعد المكالمة هذه داو يتوافدوا مدير الأمن الدام، مدير الدرك، ثم مدير الأمن الداخلي، مدير الأمن الخارجي، مدير أمن الجيش، والأمين العام لوزارة الدفاع. هادو الخمسة اجتمعوا مع شنقريحة، وبقى الاجتماع يعني إلى غاية منتصف الليل، يعني منتصف الليل لما المصدر ديالنا غادر مقر قيادة الأركان وقال لك الناس كانوا مازال موجودين والسيارات تاعهم مازال موجودين، كانوا مازال مجتمعين. وعلاش هذا الاجتماع؟ وعلاش جوست بعد مكالمة هاتفية تاع شنقريحة مع قائد مدير السي اي اي؟ لأنه المكالمة مصدرنا مثلا ما كانش على باله بها، حتى لما قرا البيان تاع وزارة الدفاع الوطني ربط ما بين هذوك السيارات اللي جاو والبيان تاع وزارة الدفاع الوطني، يعني باش الناس تفهم كيفاش عرفنا بلي هذا الاجتماع جا يعني بعد او جا كردة فعل المكالمة الهاتفية اللي جرات بمدير السي اي اي وشنقريحة. هذا ما يطرح عدة تساؤلات، لماذا شنقريحة اتصل بمديري الأجهزة الأمنية اللي تبع وزارة الدفاع، الأمن الداخلي، الأمن الخارجي، أمن الجيش، الدرك و الأمين العام وزارة الدفاع؟ كما كنت قلت البارح أنه الموضوع اللي يتكلم فيه مدير السي اي اي مع شنقريحة ما يقدر يكون إلا موضوع أمني، ما هوش راح يتكلم في مواضيع سياسية، ولا يتكلم له يقول له على والله بارك الله فيك والتنسيق راهو ماشي مليح وانتم معكم حاربة الإرهاب يعطيكم الصحة. نو 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 نو، كاين موضوع أمني تطرح، إما حول انتشار قوات جزائرية على الحدود، وهذا كان تم عنده مدة، إما عن مقتل زوج شبان مغاربة في الحدود البحرية، لأنه هذا يعتبر اختراق للأعراف الدولية واختراق للقوانين الدولية، زيد ما تطلقش النار على الناس سيفيل. ولكن هذا ينظر إليه من الناحية الأمنية، مدير سي اي اي ما يديرش داخلي عن البوليتيك ولا لا، من الناحية الأمنية أو يسأل عن صفقة أسلحة، يسأل عن كموضوع أمني، لأنه باش مدير السي اي اي يعيط شنقريحة من كل مديري الدول قادة أركان، ماهوش متعود يعيط قائد أركان الجيش، ولكن أنه هذا يدرك جيدا باللي شنقريحة هو اللي راهو بيلوت تاع هليكوبتر تاع الجزائر، ماشي افيون، هليكوبتر، اللي هو راهو الحاكم الفعلي لهذا التصل به، ولا ما يتصلش خلاص ب
بقائد أركان الجيش. قائد أركان الجيش ما عنده علاقة لا بالأجهزة الأمنية ولا بالسياسة. في الجزائر العكس. موضوع يبقى مطروح. طبعا ما ينتظروش جواب من وزارة الدفاع ولا يقول لك واش صرا ولا هذا، من المستحيل انك تسمع رد من عند وزارة الدفاع او هذا ابدا. لهذا قلنا هذا الاجتماع كان اجتماع سري. ولكن ملاحظة اخرى، بما انه اجتماع هذا مس قطاع امني، والحق الى درجة انهم يجتمعوا كل القادة الامنيين ومعهم امين عام وزارة الدفاع، قد يكون موضوع امني عسكري ويهتم على كل حال ب يعني عنده اهمية قصوى. السؤال المطروح، لماذا لم يتم عقد الاجتماع في رئاسة الجمهورية باش يطلعوا رئيس الجمهورية أو ينادي رئيس الجمهورية يجي يحضر باعتباره وزير الدفاع وباعتباره أخذ قائد القوات المسلحة، قائد الأعلى القوات المسلحة. موضوع بهذه الخطورة اللي يجي ويحضروه قادة الأجهزة الأمنية تحت رئاسة قائد أركان الجيش والأمين عام وزارة الدفاع، لأن عام وزارة الدفاع ماهوش مترأس، حاضر يحضر عفوا. موضوع كيما هذا ما يلزمش يخفى على الرئيس، حتى وين يعملوا يجتمعوا من بعد يقول لك يرفعوا تقرير، هذه لابد أنهم يرفعوا تقرير للرئيس، هذا الشيء يعني بديهي. ولا بد ان الشنقريحة يخبر نسكي بور لافور، يخبر الرئيس قال ها واش تم مع مدير سي اي اي، انه اول مره تحدث في 61 سنه تاع استقلال ان مدير السي اي اي يعيط قائد اركان الجيش الجزائري يهضر معاه، هذه سابقه. وما نظنش لا حدت مع قاده اركان الجيش المغربي او الجيش التونسي او الجيش الليبي او الجيش الفرنسي او اي جيش اخر. من اول مره مدير السي اي اي يتصل بقائد اركان الجيش تاع دوله. الامور راهي تخليك تتساءل، هذه التساؤلات تطرح. إنه لو كان موضوع أمني بسيط تبادل معلومات، قلنا نظير مدير سي اي اي وحاشا الانتليجنس وحاشا يعني الفهم، لأنه مخابرات الانتليجنس داير سنترال انتليجنسي اجنسي سي اي اي، سنترال انتليجنسي اجنسي هي المركزيه الوكاله المركزيه للمخابرات، لان كلمه انتليجنس هي اللي يستعملوها اللي يستعملوا كلمه مخابرات فيها الكومباس. أول مرة تحدث، وبالتالي يبقى السؤال مطروح، لماذا اتصل مدير سيادي بقائد أركان الجيش الجزائري، ولماذا تم عقد اجتماع مع القادة الأمنيين فور انتهاء المكالمة؟ هذا سؤالين نبدا من الاخر. على كل حد يكذب عليك يقول لك على بالي واش اللي حكاو، لانه ما يقدرش يخرج السر، لانه الاجتماع هذا مع
محتوى متقدليه ذا معليك يقولك على بالي وهنا قليلان هادو اللي حضروا اجتماع مديرين أمنيين يخرج ما يحكيها لا برا لا حتى مع أقرب المقربين ما يحكيهاش أقرب المقربين ما يحكيهاش يعني باش الناس تكون على بالها باللي ما هيش تاع الثانية الاجتماع ثاني باش عرفنا نعقد يعني إنسان يخدم في قيادة أركان الجيش شاف سيارات هذا مرخوه ويشوف فيهم شكون اللي راه ميجو أفهم باللي كان اجتماع مهم وسيدة قعدتنا تقريبا 12 تاعي خرج قالت مازالوا له اجتماع مطول إذا اجتماع باش بدا مع جوية السبعة وإلى وبقى حتى منتصف الليل وفات منتصف الليل فيه لغز لابد مننا نتعرف عليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولي موعد معكم في لقاء ثاني الله أكبر